الحقيقة في إطار الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتحقيق استقرار في سوق الذهب وللحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب عبر المنافذ، بيصدر قرار من مجلس الوزراء بإعفاء الواردات الخاصة بالذهب اللي جاية مع القادمين من الخارج. هذا الإعفاء بيخص الرسوم الجمركية ورسوم أخرى. عشان نعرف أكتر بقى عن هذا القرار وأثاره على سوق الذهب في مصر، خلونا نرحب بالدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب. يا دكتور برحب بحضرتك وصباح الفل. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة في شقين عايز أسأل عنهم. الشق الأولاني له علاقة بالمشغولات الذهبية والسبائك والجنايات، هل هذا القرار بيشمل جميع المشغولات الذهبية؟ والشق الثاني عايز أسأل حضرتك عن مدة القرار، هل هيكون لي مدة محددة؟ أولا عشان نفهم القرار ده المبادرة دي قامت بيها وزارة التموين ومعالي الأستاذ الدكتور علي صالحي هو من تقدم بهذه المبادرة. لما وجدنا شح في المعروض من الذهب في الداخل المصري في السوق المصري اللي وأدى هذا الشح مع بعض المضاربات إلى ارتفاعات قياسية للأسعار وارتفاعات غير مبررة لدرجة ان احنا وصلنا ان احنا اصبحنا اغلى حوالي 600 و700 جنيه عن السعودية والامارات وعن السعر العالمي، واصبح في عدم اتزان في سوق الذهب. لذلك كان القرار الوطني جيد والحكيم والممتاز جدا جدا من دولة رئيس الوزراء اعفاء الوافدين المطارات والجمارك المصرية من رسوم الجمارك وأي رسوم أخرى ما عدا ضريبة القيمة المضافة التي هي تمثل 14% على المصنعية ولا تمثل عائق، فتتراوح من 6 إلى 9 جنيهات فقط لا غير. أما عن مدة القرار فهي 6 أشهر فقط، بعد كده إما يعني حسب الظروف يعدل أو يعني حسب ما يترقى في الوقت بعد كده. صباح الخير دكتور ناجي، اهلا بحضرتك. صباح النور. يعني القرار هيشمل اعفاءات لبعض المشغولات الذهبيه اللي هي لا يا فندم، القرار يشمل اعفاء الجنيهات والسبائك والمشغولات جميع صور الذهب. طيب بالنسبه للاحجار الكريمه واللآلئ اللؤلؤ الحر والماس والالماس لا يسري عليهم القرار. تمام. يعني طيب. الذهب فقط لا غير. طيب عايزين بقى نسأل حضرتك عن الكميات، هل هيكون في كميات محددة؟ ملهاش سقف محدد للكميات، ده استخدام شخصي وانت حر تجيب اللي انت يعني براحتك تماما، ما عندكش في سقف لأي كميات. يعني اي كميات متاحة لحضرتك يعني انت واي نوع من المشغولات انت عايز تجيبه، برضو الحرية مطلوب، يعني حرية شخصية. يعني احنا هنا بنتكلم دكتور معلش عشان نوضح بس للسادة المشاهدين، بنتكلم عن جميع المشغولات مسموح بيها بكميات ما دام هي كميات شخصية او مشغولات شخصية فتعدي. اكيد بالظبط. بالظبط يا فندم. تمام كده. طب يا فندم ده بخبرة حضرتك ده هيحقق التوازن بين العرض والطلب؟ هو بدأ فعلا من أول مناقشة قرار كان الذهب ب 2650، حاليا الذهب ب 2350، يبقى نزل قد إيه؟ نزل 300 جنيه. فده هيعمل وفرة في المعروض الذهب في السوق المحلي، وما ننساش وفرة في الذهب في السوق المحلي بتنعكس أيضا على العملة الصعبة لأن الذهب يساوي دولار. فده برضو بيعمل هدوء في يعني، وده حتى نلاحظ بدأ في كمان تراجع في أسعار الدولار في السوق الموازي. طيب دكتور أخيرا بقى عايزين حضرتك تدلنا فكرة أكتر عن صندوق الاستثمار، صندوق استثمار الذهب المصري. ده حضرتك أولا صندوق الاستثمار دي فكرة موجودة في العالم كله، وإحنا يمكن ده أول صندوق يطلق الاستثمار في الذهب. هو استثمار حضرتك بتشتري كمية معينة من الذهب وبتاخد بيها الوثيقة، ويحق لك استرجاع الكمية أو الوثيقة يا إما بصورة نقدية أو بصورة فيزيكال، يعني تستلم الذهب بتاعك. اشتري منين بقى دكتور؟ يعني الأول احنا كنا بننزل نشتري من التاجر. يعني هم أعلنوا
الدكتور سامح الترجمان اللي هو ماسكين المشروع والصندوق، أعلنوا عن مراكز معينة، شركات معينة تابعة ليهم بتشتري منهم وثيقة اسمها إيزي جولد. إيزي جولد دي بتتراوح قيمتها ما بين 10 جنيه إلى ما أي رقم أنت عايزه. يعني أنا ممكن أشتري من أول 10 جنيه، أحط فلوسي في الدهب من أول 10 جنيه. في البيت تتيح طبعا أن أنت يعني أي بأي مبلغ تقدر تستثمر بيه، وبعد كده أنت وقت مثلا سي أن أنت اشتريت ب100,000، بعد سنة مثلا بنشوف أسعار الذهب هل هي زادت كسبت أو خسرت. لو خسرت بتتحمل خسارة، لو كسبت بيبقى ليك مكسب، وهو كنوع من أنواع الادخار يعني بيساعد في الذهب. فبدل ما بتدخر ذهب وهتشيله عندك، لا، انما يعني هو انت يعني معرض ل يعني للخساره والمكسب. طبعا زيه زي اي مكان بالضبط. بتحط فيه فلوسك يعني يعني انت يعني لو تراجعت الاسعار فهنا بتحقق خساره، لو الاسعار زادت فهنا بتحقق مكسب. وهي تجربه جديده طبعا بالنسبه للمجتمع المصري، واكيد هيتبان ليها نتائجها اللي هي برضو بتفتح افاق جديده بالنسبه للتجاره. او واقدر بقى دكتور استرد فلوسي في اي وقت، يعني انا دلوقتي مثلا فلوسك انت فلوسك هو عمله يوم الاربع والحد للدخول والخروج، اللي عايز يقدم يعني يشتري وثائق، واللي عايز يرجع وثائق انما وانت سواء كسبت او خسرت. طيب هيبتدي بقى من امتى دكتور الموضوع ده؟ ابتدى من اول النهارده، هيبتدي النهارده الساعه 12. يعني من النهارده يقدر اي مواطن ان هو يشتري وده اكيد موجود كمان على موقع الوزاره ومواقع المواقع المختلفه. لا مش تبع الوزاره حضرتك، ديت تبع هيئه الرقابه الماليه الدكتور محمد فريد خد بال حضرتك. و بتشوف الاماكن اللي تقدر تشتري منها وثيقه ايزي جولد، وزي ما قلت لحضرتك كانك بتدخر بدل ما بتشيل الذهب في البيت يعني بدل ما هيت، لا هم هيشيلوه لك. ولو انت في اي وقت عايزه او عايز قيمته في وقت طلب، يعني وقت ما انت هتطلب بالسعر اليوم اللي هتطلب فيه يعني بالظبط ولما اجي اخد برضه بالسعر بتاع اليوم، اكيد ما انت هتاخد بنفس السعر بتاع اليوم اللي هو سواء بالزياده او بالنقص. دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، شكرا جزيلا.